الابن ديالو الله يشافيه والله إذا عبارة عن الحب. الحمد لله الحالة ديالو لحد الآن مستقرة الحمد لله، وهذا فضل من عند ربي. يعني مر مراحل صعيبة والحمد لله الآن يعني راه غادي يفتح السن ببطء، وحنا راه حنا قانعين وصابرين لقدر الله سبحانه. هذا الشيء اللي ابتلانا به نطلبوا الله يرزقنا الصبر باش نسايروا هذا المسار اللي راه حتى ما عارفين شنو غيبقى في المستقبل. حنا نطلبوا الله الخير، نطلبوا الله يشفيه ويشفي كاع الناس اللي مرض ويرزقنا الصبر باش نصبروا لهذا المحن. وهذا اللي كاين بطبيعه الحال. يعني عبد الحق يجي يزوروه الناس من اي بلاصه، ونقول لك واحد القضيه تعرفها، عاد جا عنده واحد الاسبوع المقبل من اسرائيل، جا زار عبد الحق عنده الجمهور ديالو تما، كيجيو يزوروه في الدار، كيجيو عنده حتى الدار في اي في العالم، ماشي غير جاو عندهم سنغافور، جاو عندهم من الشينوا، جاو عندهم من البرازيل، جاو عندهم من الارجنتين، يعني من العالم. لحد الان كيجيو يزوروه وما نساه حتى شي واحد. يعني سبحان الله، يعني المحبه ديال ربي يعني زرعها في قلوب العباد ديالو، وحنا كنشوفوا هذا الشيء. سبحان الله، هذاك الشيء غريب. لحد الان كنكون غادي في الشارع حتى كيوقفني شي واحد، وماشي مغربي ماشي هولندي، يعني اجنبي، ولا واش مع عبد الحق في الحمو، باش الانسان يوشمك في الحمو يعني غادي يكون واحد المحبه عنده فكره ما كتصورش، ماشي غير يجي يوشمك، فهمتي؟ وعبد الحق كيوشموه، شي كيوشموه في ظهره، كيجي يقول لك شوف فين عندي ولدك. كاينين الناس اعتنقت الاسلام سبابه، كاينين الناس سموا ولادهم سبابه، واحد العدد كبير سميتهم نوري في اوروبا وفي المغرب يمكن كنظنوا في كل شيء، اللي كيخلق كيسميه ولده. وهذا فضل من عند ربي، لان كلهم كيتمناوا باش يكون ولدهم بحال عبد الحق. والحمد لله حنا هذا شرف لينا والمغاربه كاملين، يعني كيشرفنا بداك الشيء اللي قام به عبد الحق، واستطاع باش يجمع الناس مع بعض بالطريقه ديالو. ما عمر داك الشيء وقع، وراكم انتم شفتوا بعينكم شنو وقع في هولندا. الجمهور اللي كان حرب سنين هما كيتحاربوا ما بيناتهم، ما قدروش عبد الحق استطاع باش يوقف يجمع بيناتهم ويوقفوا شي مع شي. راكم شفتوا داك الشيء في الاخبار. كيجيو دائما، اللي كيبغي راه كيجي عنده. يعني شنو نقول لك، يعني العدد ما نقولكش، يعني عدد كبير كيجيو عنده، وحنا فرحانين بداك الشيء. حتى داك الشيء كيساعدو حتى على باش يتحسن، يعني في الصحه ديالو، ملي كيسمع الصوت ديالهم كيفرح حتى هو، كيجي له واحد الاحساس. يعني شنو نقول لك، ربي اللي عالم به والحمد لله، واللي جا مرحبا به، واللي ما جاش هذاك شغلو، واللي بغى يعاد في التليفون يسول عليه مرحبا، ما قدرش يجي خاف يجي ولا ما نعرف شنو كينويها، غير عيط في التليفون يسول عليه نجاوبوه. يعني اقل حاجه هي الانسان يسول عليه، والحمد لله على كل حال هذا ما كان.